يعني بدي ارجع بما انه وديع الصافي كان اب، كنا عم نحكي بدي ارجع للوالد، كيف رباك وكيف شو سمعك انت وصغير؟ اسمع اسمع شو بده يقول. انا من واجب الاحباب حي، انا من واجب الاحباب حي، ديار منزلي والحي حي. كان عمره 7 8 سنين تقريبا، يعني وقت اللي انا غني شوفوا عم يدندن معي بالبيت ويدق على الباب، انا كمان عندي شويه خبره بالايقاع، علمه على الباب هذا وقت كان صغير انا لحتى اعطيه النغمه، بعدين جبني له طبله وصرت انا اعلمه بالبيت كيف الايقاع وصار يغني، لقيت انه عنده شيء بصوته حلو، فصرت نشط له الموهبه انا، حتى صرنا نشارك كان في مهرجان للمدارس، شارك بقرن شهوان كمان غنى يومتها لوديع المرحوم استاذ وديع، غنى يا ابني، وعطته الدولي كمان بجامعه روح القدس بالكسليك، عطته 2 سنين منحة درس سلفاج غنى شرقي، وكفيت له انا بزحلي كمان عند استاذ جوزيف عاصي معهد الوطني اثنيا، وضليت ماشي وراه لانه لقيت في شيء بصوته، لقيت في شيء بصوته حلو، الى ان تبعنا نحن وياه لحتى الى ان وصل للوقت هذا. شو بتقول له للوالد؟ بدي اقول له ربيتنا بدموع العين، احنا 9 بالبيت، هو كان موظف يعني مش انه تعب كثير، والوالده تعبت كثير ما في شك، يعني تساعدوا على تربيتنا. بدي اقول له ربيتنا بصدق، ربيتنا على الصدق، ربيتنا نكون قد حالنا يعني، هيدي اهم نقطة، وكل الخصال اذا بتشوفوا في خصال منيحة بملحم زين، كل الخصال انا عندي اياها، انا كسبانة من طيبة بي ومن تواضع بي ومن كل شيء ربينا عليه صدقاً يعني. بيعرف خصالك وبتعرف خصاله، يعني اوكي بي وابن بس مش ضروري يعرفوا كل شيء عن بعض. لا انا بي في علاقة مميزة جدا، نحن رفقاء. خلينا نشوف هالعلاقة، بسألك سؤال بدي ارجع اروح شوف بيك شو جاوب، اوكي؟ شو خصالك؟ يعني أنا بحب النوم، بعزه للنوم، بعز النوم. الله يعزك، منعز النوم. تعرف أنا ما بعمل شيء، أنا نهاري كله ما بعمل شيء، إذا ما عندي شغل أنا ما بعمل شيء، بنام لأني أنا طول الوقت بالبيت، يعني ماكسيموم إذا بروح بلعب بلياردو هذا إذا كسدرت يعني. يعني هيدي الظهرة العظيمة. إذا كسدرت يعني بروح بلعب بلياردو. أبو ملحم شو بيقول؟ يلا. هلا خصاله كثرة النوم. درجة أولى كان يحب النوم كثير وما زال بلياردو من صغرته بيحب لعب البلياردو. يعني هدول اثنين. بمين تأثرت ملحم فنيا؟ يعني أول ما صوتي بلش يبين كنت حافظ أغاني الأستاذ ناظم والأستاذ عبد الوهاب. خلينا نشوف الوالد شو بيقول، أبو ملحم شو بيقول؟ تأثر فيي أنا شوي كمان، وفنيا إذا بدك بالكبار العمالقة بالموسيقار عبد الوهاب الله يرحمه أبو ماجد، بالأستاذ وديع الله يرحمه، بكمان المرحوم رازم غزالي. لا واضح هذا فحص للكذب. هي شيء أنا بحكي، بس واضح إنه كتير في. لا هو مزبوط هذا. يعني هي مراحل، قلت لك كانت مراحل بالنسبة لي أنا، يعني بلشت مع مين وكفيت بعدين ما صرت أسمع مين يعني. ملحم كنت صبي ورش، كنت نكد، كنت تعذب أهلك؟ ما فيش ولد ما بيعذب أهله. إيه. بس نسبة وتناسب القصة. قديش أنت شقي؟ قد إيه النسبة كانت عالية؟ كنت عالية. كتير كتير؟ كنت إيه، كنت متعبة شوي. طيب أبو علي خلينا نشوف أبو ملحم شو بيقول. كان نوعا ما مش مشكلجي، كان يصير مشاكل معه خفيفة. بس أضربه وقت اللي يكون مثلا مش حافظ، مش كاتب فرضه. ملتهي بالبليار، يسهر يطول بالسهر. يعني مرة جبته من المدرسة ضربته على يده، شكيلي تلفلي مدير المدرسة كان قربتنا الله يرحمه الأستاذ حسين الأمير. يعني اشتكى منه ورحت ضربته بالمدرسة.
تتذكر اول انا طالع مثل بي. انا بي كان قاسي على فكره علينا، ما كان قديش في حنيه قديش في قساوه بنفس الوقت، وانا طالع هيك مع اولادي. ماخذ هي هيدي انا طالع مع اولادي هيك. تتذكر اول اكله اكلتها؟ قتل مش وين كانت؟ بالبيت بالشارع؟ الولد ليك الولد مرات بينساء مع رفقاته، حابين يلعبوا دقوره، حابين يلعبوا بليار، بتلاقيهم عم تلتهي بمحل معين، تترك درسك وتروح. تتركي ايه يعني كنت شاطر بالمدرسه؟ ملحق؟ كنت ايه كنت شاطر. باي مواد ما كنت شاطر؟ ما كنت بالفرنسي ابدا. كان عندي مشكله بالفرنسي كبيره. وقاعد بسرسق هلا. هلا بسرسق كيف عم تسلك امورك مع مدام انطوانيت؟ لا ماشي حالي معهم، احلى جيل وسولونج وكل هالقصص، يعني ماشي حالي معهم. سلك امورك مجهور وكذا وهاي وكيف كلهم على علاقه جيده، البنايه كلها على علاقه جيده، وحتى محيط البنايه واحلى جيران والله. ملحم بالحلقه خلال هالسهره الحلوه معك غنينا كثير وحكينا عن عبد الوهاب، يعني في احلى منا نسمع هالناس اللي قاعدين ببيوتها الليله عم يسهروا معنا، احلى الناس لازم سمعهم عبد الوهاب. نغني مين عبد الوهاب؟ بس تعرف شو، قبل ما تغنيها انا بدي اشكرك كثير انك كنت معنا الليله. انا كان لي الشرف، تشرفت كثير. انا بدي اقول لك انت احلى ناس، وانت اعلاميه محترمه جدا.